فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة أنه يعمل بالدليل من القرآن، لكن لا يعمل بالدليل من السنة لأن فيها الصحيح والضعيف. يقول: هذا كلام باطل. قالوا: نعم، هذا لو يسمون القرآنيين يلغون السنة، والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما آتانا الرسول يجب علينا أن نأخذه، والسنة تأتي بعد القرآن، أولا القرآن الكريم ثم السنة النبوية. نعم.